هي آخر لمسات العازفين بأوبرا بوعلام بسايح قبل دقائق من افتتاح المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية في طبعته 11. الشاب لطفي سعيدي يقود سهرة افتتاح المهرجان لأول مرة، المهرجان الذي حمل شعار الشباب يحتفي بالموسيقى. هذا شرف لي لأن حنقود أنا أوركسترا سيمفونية لدار أوبرا بوعلام بسايح، وأشكر بالمناسبة الأستاذ عبد القادر بوعلام بسايح اللي منحني هذه الفرصة ومسؤولية ثقيلة. على كل حال راح يكون معنا 16 موسيقي مصري اللي راح يعزف معنا في الحفل، وإن شاء الله راح يكون حفل يعني في المستقبل إن شاء الله مع شاف دور كاستر الشاب، وإن شاء الله نتمناو له التوفيق إن شاء الله لأول مرة يعني، والخدمة اللي خدمناها معاه يعطيه الصحة. بمشاركة 16 بلداً كانت فيه مصر ضيف شرف الطبع، أبدعت أنامل العازفين في فسيفساء من موشحات وروائع في الموسيقى الجزائرية والعالمية بمشاركة أصوات فنية متميزة على غرار السوبرانو أنا هسلر. الفنون التي أغنيها هي لموزار وكارمن، فهي جد معروفة، وكذلك لسيسيليا مانديز، والأغنية التي أظن أنها الأشهر عالمياً Time to say goodbye. كنت بارتيرو وتايم تو سي جود باي. شيء جميل يعني ان احنا نكون ضمن شرف يعني المهرجان، ويدينا مسؤوليه اكتر في تقديم الاعمال اللي احنا بنعملها وكده، واتمنى المهرجان نجاح. عشاق الموسيقى الكلاسيكية سجلوا حضورهم خلال هذا الموعد الفني لإشباع شغفهم بمختلف ألوان الموسيقى السيمفونية التي صدحت بها أركان أوبرا بوعلام بسايح. La vie culturelle reprend en Algérie. نشوفوا مهرجان كما هذا فيستيفال دو موزيك فيلهارمونيك international avec une composante algérienne consent يعني فيه كانوا فيه لا موسيقى الجزائريه فيلارمونيك كامل تراديسيونيل سي ان غران بليزير ولا غير سي تي سوبر بور لوركيست ناسيونال ولا غير الحمد لله هي اون ايفولوسيون يا لا جونس يا يا ان اسبري برودكتيف يا بوكو دو شوز كي اون شانجي وان شاء الله نتمنوا غير النجاح للاوركيست. على مدار 6 أيام يضرب المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية موعداً كل ليلة وإلى غاية 17 من الشهر الجاري للاستمتاع بباقة من أعمال كبار العازفين.